أنا طالبة روما رائد أبو عياش، بدرس تخصص الطب البيطري في جامعة النجاح. بدي أحكي شوي عن الجانب النظري العملي. هلأ الأمور والمواد اللي بناخدها نظرية إحنا منطبقها عملية بالمزرعة، يعني أي إشي بناخده نظري منطبقه عملي. عنا بالمزرعة عدة أقسام، عنا قسم للأبقار والأغنام، وفي عنا دواجن وأرانب. عنا برضو كمان في المزرعة عيادة بيطرية، هاي العيادة بتعالج الحيوانات وبتهتم فيهم. وتخصص الطب البيطري تخصص إنساني، لأنه أنت بتتعامل مع حيوان ما بيفهم ولا بيحكي ولا فيه يعبر عن مشاعره، فعشان هيك لازم يعني الواحد يكون فاهم كل إشي وعارف كل إشي، لأنه هذا الحيوان ما بيحكي ولا بيشكي. ورح أحكي كمان إشي، في منحة للطب البيطري للتوجيهي أعلى من 85، بياخدوها أول سنة بخصم 50%.